مسؤولين. صحتي راس مالي. شهر من صيام، شهر من تعب، وشهر من الشهوات، وجب القيام بعض التحاليل الطبية للتأكد من سلامة صحتنا، خصوصا الناس اللي ملازمهم بعض الأمراض المزمنة كداء السكري، الضغط الدموي، النقرس، الكوليسترول. أكيد هذه تحاليل طبية مهمة. من بعد شهر رمضان غادي يوضحها لنا أكثر الدكتور يوسف عماري، أخصائي علم الأحياء بالرباط. صباح الخير دكتور. صباح النور السادة، تحية لك من جديد وتحية للسادة المستمعين الكرام. جمعة مباركة. جمعة مباركة فعلا، واليوم غادي نتحدثوا كيف ما قلتي على التحاليل اللي غادي تعطينا واحد الفكرة على الحالة الصحية ديال الشخص من بعد من شهر رمضان. من قبل غادي نبغي نضيف واحد المعلومات على الأشخاص اللي تكونوا عندهم أمراض مزمنة، واللي مهم أنه يكونوا واعين بكل ما هو مراقبة طبية طيلة شهر رمضان. تنصحهم باش يمشيوا عند أطباء ديالهم باش يراقبوا مشاكلهم الصحية. لأنه في بعض الأحيان ما خاص الشخص ينتظر حتى يدوز شهر رمضان باش عاد يتفقد، لربما يكون بإمكاننا حددوا من الآلام أو من الأزمات ديال المرض. في نهاية شهر رمضان وفي الأسابيع الأخيرة تكون واحد تعب على الذات، والأشخاص اللي تعرضوا المشاكل صحية هما أولا الأشخاص اللي تكون عندهم أمراض مزمنة كيف قلت يا أستاذ، منهم الناس اللي تكون عندهم داء السكري اللي تشكلوا أكبر نسبة في المجتمع اللي متضررة بمرض مزمن. هاد الأشخاص هادو عادة ما تتنصحش أنهم يصوموا، ولكن محبة في ديانا وفي هذا الشهر الكريم عدد كبير ديال المرضى اللي تكون عندهم السكر تيصوموا، كيجهدوا على راسهم وكيجهدوا على راسهم. حنايا الاطباء وبطريقه متخصصه الاطباء الاحيائيين غادي نحاولوا نواكبوا ونحاولوا نكونوا بجانب هاد المرضى طيله شهر رمضان. باش اولا ننصحوهم يديروا تحاليل ديال السكر يوميا باش لانه المستوى ديال السكر ما خصوش يهبط بزاف وما خصوش يطلع بزاف من بعد الافطار. فلهذا في تالي شهر رمضان هاد الاشخاص غادي نديروا لهم واحد الفحص بيولوجي اللي غادي نشوفوا فيه اولا حاله ديال الاعضاء اللي يمكن لها تضرر. فنرجعوا دائما الكلي، الدور ديال الكلي في الذات هو الدور ديال التصفيه، وهناك واحد المواد اللي تتكون تتنتج في الذات وتتصفى، وحنايا تنضبطوها في الدوره الدمويه بحيث انه تتعطينا فكره على الحاله الصحيه ديال الكلي، هما لوغي ولا كرياتينين. ها جوج ديال المواد بروتينات تستعمل ايضا تحديد ديال الحالات اللي تتكون مشكوك انه واش الكلوه بدات تصدر ام لا، بمعنى انه كاين واحد العدد ديال المرضى اللي تيكونوا في الشك وتنديروا لهم واحد تحليله زائده ديال النسبه ديال التصفيه ديال هاد المواد على مستوى البول بجانب البروتينات. فلهذا الصحه ديال الكلي ديال هاد المرضى صحه مهمه جدا، بجانب ايضا الحاله ديال استقلاب ديال الدهنيات عند هاد الاشخاص، حيث انه تتعرضوا بسهوله اكثر من الناس العاديين للمستوى ديال التريغليسيريد اللي يكون طالع وديال الالتهابات على مستوى الكوليسترول. بجانب هاد الاشخاص اللي يكون عندهم داء السكري تنحاولوا نواكبوا ونكونوا ونقوموا بالواجب ديال الفحص البيولوجي مع الناس اللي تيكون عندهم ارتفاع الضغط الدموي. هاد الاشخاص
أيضا الكلوة مهمة جدا عندهم، لأنه أكثرية في هذا رمضان الكريم اللي جاء في فصل الصيف تكون واحد العناء فاش الشخص تيصوم ما تيشربش الماء الكافي، وتكون الضغط الدموي مرتفع، تيتم واحد الالتهاب على مستوى ديال الخلايا ديال الكلوة، وتنديروا دراسة ديال البروتينات في البول باش نشوفوا واش كاين تأثير أو لا ما كاينش. وبجانب هذا كاين أشخاص اللي تيكون عندهم أمراض أمراض قلب ولا أمراض الشرايين، هاد الأشخاص هادو نبغي نقول لهم أنه في بعض الأحيان الأطباء ديالهم تيعطيوهم واحد الدواء سميتو سانترون. هذا الدواء هذا تيتحكم في تخثر الدم، بحيث انه هاد الاشخاص تيتعرضوا لواحد تصلب الشرايين، وهاد الدواء تيحاول يدخل تخثر الدم في واحد المجال اللي ما تيكونش فيه واحد تاثير على على على, على الشرايين، وما تيطلعش من نسبه الاحتمال باش يوقع هاد تصلب الشرايين. فالإشكال ديال هاد الدواء شنو هو؟ هو أنه الاستقلاب ديالو تختلف بين شخص وآخر. التحول ديالو كيفاش كيتحول ديالو. كاين أشخاص اللي عندهم واحد تحول سريع تهضموه دغيا، يعني كيفاش الجسم كيتعامل ولا كيتفاعل مع هاد مع هاد الدواء. أيه، وكاين اشخاص اللي غادي يهضموه بواحد الطريقه اللي هي بطيئه. الفرق كبير بين هاد جوج ديال الحالات، وفي هاد جوج الحالات نقولوا شكل خطر على المريض، لانه تيدخل هنا اولا الصيام، وثانيا تيدخل الاكل، شنو غادي ناكلو مع هاد الدواء هذا. مع هاد الدواء جميع الأطباء اللي تعطيو هاد الدواء تيكون أكثرية أطباء ديال القلب والشرايين، تينصحوا المرضى ديالهم شنو هما الوجبات اللي خاصهم يتناولوها وشنو هي الملائمة. ولكن حنايا غادي في المختبر الأطباء الإحيائيين غادي نحاولوا نعطيو هذاك المجال اللي كل شخص تيكون فيه فاش تيكون تناول هذاك الدواء. حيت إلا مشى حتى كان المستوى هابط تيكون واحد الخطر ديال التصلب، ولكن التركيز طالع تيوقع خطر ديال نزيف اللي مثلو يصيب الشخص في اي لحظة. هاد الناس تيرعفو تيكون عندهم مشاكل الى طاحو، تيوقع النزيف باطني، مثل يبقوا بزاف المشاكل. فلهذا في شهر رمضان المبارك هاد التحليلة اللي تتضبط مثلا هاد المستوى الدواء في الدم مهمة جدا وخاصة في عدد ديال الأطباء الأشخاص اللي تتناولوا هذه الأدوية، أنهم يجتنبوا بما أمكن نظرا للخطر ديال هذه الأدوية الصيام. وما كاينش غير هذه الأشخاص، أيضا الأشخاص اللي بحثتهم وعافيتهم لازمهم تحاليل طبية من بعد رمضان. هذه ثقافة أكيد خاصها يعني تعم الناس كاملة، لأن كنتجاهلوا هذه المسألة، وهي صراحة نراها مهمة بالنسبة للسلامة ديال الصحة ديالنا. شنو هو هذه التحاليل اللي ممكن تنصحنا بها دكتور يوسف عماري بالنسبة للناس اللي بعافيتهم بعد رمضان إن شاء الله؟ فعلا هو غادي ندخلوا دابا في مجال اللي هو مهم جدا، هو مجال الوقاية. والوقاية أفضل من العلاج دائما. فلهذا فالشخص يدير تحاليل وتلقى أنه الحمد لله كل شيء عادي، هو راه ماشي شيء اللي خدم وقته بدون نتيجة، بالعكس هذا شيء اللي مفيد جدا، اللي يعطيه مثلا واحد الفكرة على أنه نمط العيش ديالو نمط جيد سليم. وإذا لقينا شيء حاجة من الخير، لأنه غادي نقدروا نعالجوها ونقدروا نواكبوا واحد التطور اللي بعض المرات يكون سريع ونحبسوه في بعض الأحيان ديال المرض. التحاليل تتبدأ دائما بالاستقلاب ديال السكريات، نظرا لعدد ديال المرضى اللي تتصابوا في المجتمع كل سنة. غادي نشوفوا السكر، غادي نشوفوا الخزان، وغادي ندوزوا لاستقلاب الدهنيات اللي أكثرية فعل أنه تنكلوا الشهيوات كيف قلتي
نعم عاداتنا هذه عاداتنا دكتور. نعم غادي نحاولوا نراقبوا واش موقعش واحد الخلل على مستوى استقلاب الدهنيات مش كوليسترول طوطال. نشوفوا الكوليسترول الجيد LDL كوليسترول سلبي LDL وليتريغليسيريد. وبجانب هاد التحاليل غادي نمشيو نبحثوا على الحاله الصحيه ديال الاعضاء مثلا الكلي بلوريتريات وغنشوفوا الحاله الصحيه ديال الكبد بانزيمات اللي تتكون داخل الخلايا الكبد والا ما كانت حتى شي حاجه اللي تتمس بالصحه ديال هاد الخلايا تتكون المستوى ديالهم منخفضه في الدم كما لي ترانزامينواز ليزالات ليزالات. وتنشوفوا ايضا عند الاشخاص حالات فقر الدم ديال مثلا الحديد ديال الفيتامينات نظرا لاستهلاك ديال كل ما هو مواد اللي تتكون مخزونه في الذات باش نقوموا بالصيام. وعاد عندنا السنة كاملة باش نعودوا نسترجعوا هذاك الاستهلاك ديال كل ما كنا خازنينه. وغادي نبحثوا أيضا على الحالة الصحية ديال الشخص عبر تحاليل البول نشوفوا واش البول ديالو عادي أو لا فيه شي تغير. نعم. شكرا لك دكتور يوسف عمري على كل هذه المعلومات حول تحاليل طبية مهمة خاصها الداري إن شاء الله من بعد شهر رمضان. خليناك على خير دكتور. شكرا جزيلا. خليناك.